جاء رجل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، إن لي حاجة قد رفعتها إلى الله قبل أن أرفعها إليك، فإن أنت قضيتها حمدت الله وشكرتك، وإن أنت لم تقضيها حمدت الله وعذرتك. فقال له علي: اكتب حاجتك على الأرض، فإني أكره أن أرى ذل السؤال في وجهك. فكتب الرجل: إني محتاج. فأمر له بحلة يلبسها. فقال الرجل: كسوتني حلة تبلى محاسنها، فسوف أكسوك من حسن الثنى حللا، إن الثناء ليحيي ذكر صاحبه، كالسيل يحيي نداه السهل والجبلا، لا تزهد الدهر في خير تواقعه، فكل عبد سيجزى بالذي فعل. فلما سمع علي الشعر قال: علي بالدنانير، فدفع إليه 100 دينار. فاستنكر بعض الحاضرين وقالوا: يا أمير المؤمنين، حلة و100 دينار؟ قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنزل الناس منازلهم، وهذه منزلة هذا الرجل